يصادف اليوم 30/7/30 يوليو اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وإحنا عندنا هنا في الكويت اللجنة الدائمة لمناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الإتجار بالبشر، وراح يكون معنا عبر الاتصال الهاتفي حاليا الأستاذ زكريا الأنصاري، هو عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان رئيس لجنة مناهضة التعذيب. أنا راح أشكو من التعذيب أستاذ زكريا، أنا أشكو من التعذيب، كيف ألجأ إليك؟ أنواع التعذيب كثيرة. أنا التعذيب القهري اللي قاعد يمارسه علي فهد كميل في الديوانية. أنا أحس فيك. فأنا أبي أشكو إليك التعذيب القهري. خلاص أربع دعوة. دوركم أستاذ زكريا في مثل هذا اليوم، خصوصاً أنت عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. بالنور والله والله، السلام مباركة على الجميع. أنا طبعا يشرفني أن أنا أظهر معاكم لأول مرة، والله تشرفني يا سامرينة، وسعيد بإقامة الفعالية كذلك في مارينا. البوث الخاص فيكم موجود تحتنا. صحيح، جزاهم الله خير، الجماعة ما قصروا معانا، عملوا مع يعني الديوان هذا الاستضافة للبوث اللي نعبر فيه من خلال ومضات يعني لتصل إلى قلب المواطن والمقيم وكل من يرد في هذه الساحة الجميلة. طبعا احنا اذا بنذكر في هذا اليوم فهو يوم عالمي، وانتم يمكن استضفتوا الجماعة الصبح وتكلمتوا معاهم. صحيح، ويشرحوا لكم مسائل كثيرة متعددة من دور اللجنة. لكن اللي ودي اقوله، وما ادري اذا تسمح لي ولا خليك لا تسأل. لا انا ما ادري، انا ابي شوف، هي ديوانية بالاخير، انتم من يعني انا بفهم الفئات المستهدفة، دوركم هل هو بس مقتصر على هذا اليوم كتوعية، ولا لكم انشطة خلال السنة كاملة؟ لا طبعا ما يقتصر على هذا البوث، طبعا هو شيء كبير بالنسبة لنا. صح، لان انت عارف المدينة ما شاء الله يعني يتلم فئات كثيرة من المجتمع، الوافد، نعم الوافد والمواطن، بالعكس راح تصل رسالتنا بطريقة جميلة مجتمعية. صح، لكن دور الديوان واللجنة الدائمة لمناهضة التعذيب، اسمها طويل أنا أدري، مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر. لا طبعا احنا لنا دور على مدى أو منذ إنشاء الديوان. صح، في القانون 67 اللي أوكل للديوان إنشاء 6 لجان من بين هذه اللجنة. اللجنة طبعا تقوم بمسائل متعلقة بتقدير الجهود داخل الدولة في عملية المكافحة والحماية. صح، بشكل عام. فبالتالي وليس بتقدير جهود، لا، أيضا نضع التقارير ونرصد كذلك المخالفة أو الجرائم المرتكبة وما طبعا ضحايا ناتج عن هذه الجريمة، هي جريمة دولية. احنا بكل شفافية نتحدث، احنا الكويت عندنا اتفاقيات دولية مع هذه المنظمات، مع هذه الهيئات. احنا في الكويت ما نقول احنا المدينة الفاضلة، لكن كنسبة وتناسب شلون ترصد العملية التعذيب والحقوق الجار بالبشر، ايش كثر تشوف احنا عندنا النسبة مالتنا؟ انا صادق مع نفسي وصادق حتى مع المنظمات في الخارج. حلو، احنا بالنسبة للكويت احنا جنة، احنا نعيش في بلد في الأمن والأمان. اللهم لك، لكن أكيد الأمور الفردية اللي تحدث. صح، قد يكون بسبب السبوت الإعلامي الكبير، وانت عارف وسائل التواصل ما شاء الله بالضبط يعني تضع حجم كبير لشيء، وإحنا لما نتبع نلاقيه صغير. صح، بلان هذا حقهم، إحنا ما نقدر نحجر على حرية الآراء اللي يعبر من كل جانب يقول أن هذا والله عبودية والله هاي سخرة. نعم هي قد تحدث، ولكن احنا بين الدول. انا لو اقول لك بلاش الولايات المتحدة، عشان كل ما يقولون تقولون امريكا، لا ما راح نقول امريكا، نقول المملكة المتحدة. ايه؟ يمكن اكبر عملية التجار بالبشر مرت عليها قبل 2 سنين 13,000 متجر فيه. يعني هذا الرقم، يعني هذا الرقم، وتشوف الكويت الصغيرة الآمنة هذه، وارقام يعني نعم نحن نحزن من هذه الارقام، احنا ودنا ان يكون ما عندنا. بس استاذ زكريا، احنا احد يسمع يقول لك نسبه وتناسب ما بين يعني العدد البشر اللي هناك على عدد البشر هنا قد يعطينا مؤشر. ليش؟ لان احنا بين فتره وثانيه نسمع خصوصا فيما يخص العماله المنزليه، احد السفارات ولا احد البلدان يقول لك والله ما يعاملون وافدين او ما يعاملون عمالتنا بعض الاسر بالشكل اللائق. شلون نرد على هذا الجانب؟ أنا ترى إجابتي عليك ما كانت مجاملة. صح، كانت حقيقة وأرقام. يعني أنا مو قاعد
ألف عشان هاي بلدي الكويت. لا لا أبدا، أنا قاعد أقول نعم عندنا مشكلة ولا يمكن إنكارها وهي موجودة في المحاكم. صح. فبالتالي إذا كانت موجودة حتى لو كانت وحدة فهي تشكل بالنسبة لي عامل مؤرق. لازم أنا أجد الحلول المناسبة لأردع وقوعها. يعني المخاطر اللي موجودة كثيرة الآن ثقافيا. المجتمع نشأ على أنه يكون عنده خادم. الخادم هذا أنت زين بتعامله زين، أنت مو زين أكيد بتعامله مو زين. فبالتالي هي مسألة نسبية تختلف من شخص إلى آخر. لو أنت منعته من مرتبه، لو خدت جوازه، لو حضرت عليه حتى إجازاته، شغلته بالشمس، هذه كلها أعمال تشكل انتهاك للشخص وبالتالي فهي جريمة. أنت لو خدت استاذ زكريا خليني بس الله يرحم والديك، الحين دور المجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان، هل هو فقط دوره مقتصر على التوعية نشر الوعي للمجتمع بشكل عام، أو يقدر شخص يشكو بعض الممارسات لديكم؟ نعم يستطيع التقدم. احنا عندنا طبعا يعني قلنا شنو، عندنا 6 لجان. صح. في لجنة مخصصة فقط للشكاوى. ممتاز. هذه إيميلها واضح واحنا حاطينها حتى تحت البود. ممتاز. حاطينها في الفلاير، نحاول نعرف يا جماعة ترى عندكم هذا المكان تلجؤوا له بشكواكم. واللجنة جزاهم الله خير يعني فيها كفاءات تتقصى وتتتبع، وإذا تأكدت من وقوع هذه المشكلة أو الانتهاك فهي تلجأ بالتواصل مع الجهات المعنية سواء كانت وزارة الداخلية، القوى العاملة، شتى الأشكال، حتى مع محامين. يعني في محامين متطوعين صحيح يمسكون قضايا عمالية للمطالبة بتعويضات أو بإجور. فبالتالي لا، هو لا يقتصر فقط على التوعية. أنا قاعد أتكلم عن اللجنة اللي هي خاصة فينا، بلد. هي لجنة مكافحة الاتجار البشر، هي تقدر الجهود الحكومية وكذلك تضع التقارير وتساهم في التقارير التعاقدية. فبالتالي جميل. تقترح تشريعات، وإحنا تقدمنا بتعديل تشريعي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى مجلس الأمة، هذا قبل 2 سنين. كفو. بس إلى الآن لم يرى النور، لأن أعتقد التقارير، وأنا واضح وصريح ولا يزعلون مني، لكن لا ينظر إلى التقارير. يعني إحنا محتاجين نفتح الملفات اللي ترد لمجلس الأمة من مقترحات أجهزة متخصصة. قاعد تقول لك عدل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، يجب أن تروح للجهة المعنية أو اللجنة المختصة التشريعية أو أي مكان تبحث هذا التعديل التشريعي. الأمر الآخر يتعلق بجهود حكومية. أنت تدري إحنا المنظومة مالتنا مبنية على قرارات معنية بوزراء مختصين. صح. سواء كانت القوى العاملة أو المعلومات المدنية أو وزارة الداخلية. هذه القرارات بحاجة إلى إعادة النظر لها. حتى منظومة الكفيل اللي تسمى الكفيل محتاجة مراجعة، وإحنا طالبنا إن إيجاد بديل لنظام الكفيل، لأنه يشكل يمكن أكثر شيء متعلق بمكافحة التجارة بالبشر، لأن تجارة الإقامات هي بالضبط تشابه عملية التجار بالبشر. الأستاذ العزيز الغالي زكريا الأنصاري، دوركم متميز وعسى رب يبارك في جهدكم، ويا رب هذه المطالبات ترى النور قريبا، لأن دوركم لابد أن يتزامن مع تشريعات وقوانين حتى يتسنى لكم القيام بدوركم على أكمل وجه. شكرا أستاذ زكريا على هذا التواصل. شكرا لك، شكرا لكم وللمرين. شكرا أستاذ زكريا الأنصاري. شكرا العزيز الأستاذ زكريا الأنصاري في هذا الجانب.